السلام عليكم وأهلا بكم مشاهدينا الكرام في جولة صحفية جديدة من برنامج صحفتكم، لنستعرض معكم أهم أخبار الصحف المحلية الصادرة لهذا اليوم الاثنين الموافق للسادس عشر من شهر يوليو لعام 2018. والبداية ستكون مع أهم العناوين. اخترنا لكم من صحيفة الوطن ما يلي من عناوين. أولا، الملك: العلاقات البحرينية الهندية نموذج رائد للصداقة الراسخة والتعاون المثمر. ثانيا، وزير المالية: توازن وعدالة في الاستفادة من المزايا التأمينية. وأخيرا، آمر أكاديمية الشرطة: إدراج الماجستير في إدارة الأزمات العام المقبل. ومن صحيفة البلاد نقرأ مجموعة أخرى من العناوين وهي كالتالي: الاتفاقات الثنائية تسهم في توسيع العلاقات، سمو رئيس الوزراء: فرص نجاح التعاون مع الهند كبيرة، عضوا بأتركيا: التقاعد للبلاد خفض مزايا بينها احتساب المعاش من متوسط 5 سنوات، الجودر: 35 مركزا شبابيا تقدم 430 برنامجا. أما صحيفة الأيام والتي أبرزت على صفحتها الأولى: الأيام تنشر الرؤية الحكومية للتعديلات الجديدة على نظام التقاعد، لا تقاعد قبل 55 سنة للنساء والرجال، الإعفاء من متطلبات التأشيرة لحملة جوازات السفر الدبلوماسية والخاصة بين البحرين والهند، 135.4 مليون دينار قيمة التعاملات الإلكترونية في الربع الأول. ونقرأ من صحيفة أخبار الخليج: أخبار الخليج تنشر نص مرئيات الحكومة حول تعديلات التقاعد، زيادة الاشتراكات، مكافأة نهاية الخدمة بقية، قواعد جديدة لاحتساب المعاش. بوفد يترأسه الوزير محمد المطوع، البحرين تشارك في المنتدى السياسي العالمي بنيويورك اليوم. قرار رسوم البلدية المقررة ب 12 دينار على المتر بدأت انعكاساته السلبية تؤثر في سوق العقار. وفي عنوان ذو شأن رياضي عالمي نقرأ: فرنسا تهزم كرواتيا 4-2 وتحرز لقب كأس العالم. أهلا بكم مجددا، وبلا شك صحافتنا المحلية هي ثرية كل يوم بالأخبار المنوعة، لذا اخترنا لكم صحيفة الوطن هذا العنوان وتأكيد سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اتحاد دول غرب آسيا لألعاب القوى، رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى، أن إنجاز العداء وينفريد ميوتل بفوزها بالمركز الثالث وبالميدالية البرونزية في نهائي سباق 3000 متر موانع للسيدات ببطولة العالم للشباب رسخ مكانة أم الألعاب البحرينية على الساحة العالمية. وفي الشأن البلدي نقرأ من صحيفة الوطن أن لجنة الإعلانات بوزارة الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني أقرت معايير واشتراطات تراخيص إعلانات أسطح المباني في مملكة البحرين، وذلك بهدف المحافظة على الجوانب الجمالية والواجهة الحضارية للمناطق، وذلك بما يتماشى مع ما تشهده المملكة من نمو وتطوير في السوق الإعلانية. وفي خبر رياضي من صحيفة الوطن نطالع أن وفد مملكة البحرين المشارك بدعم من وزارة شؤون الشباب والرياضة تمكن من تحقيق المركز الثاني في مهرجان الموسيقى والغناء التراثي للشباب العربي حلم واحد هدف واحد، والذي أقيم في جمهورية مصر العربية ضمن فعاليات القاهرة عاصمة الشباب العربي.
ننتقل إلى الصحيفة الأخرى التي كان لها مجموعة من الأخبار الصحية والرياضية وغيرها كذلك. نبدأ بالخبر الصحي، حيث نفت وزارة الصحة ما نشر بشأن إغلاق قسم العلاج الإشعاعي، مؤكدة أن جهاز العلاج الإشعاعي موجود ويعمل بكفاءة، مشيرة إلى أن وجود إجراءات تطويرية داخل القسم جاءت بناء على الخطة التطويرية المقبلة لمرضى الأورام في مملكة البحرين. أخبار الخليج لفتت كذلك إلى أن سعر كيلو الطماطم ارتفع مجدداً يوم أمس الأحد، مسجلاً مزيداً من الارتفاع بعد بلوغه 700 فلس، بعد أن كان سعره من نهاية الأسبوع الماضي 600 فلس، ليسجل ارتفاعاً بنسبة تفوق 100% عن السعر المعتاد، والذي كان ما بين 300 و400 فلس للكيلو الواحد. ضمن الإنجازات البحرينية الرياضية المتعددة والمتتالية، لفتت صحيفة أخبار الخليج إلى أن نجوم منتخبنا الوطني لكرة السلة للشباب تألقوا وأطاحوا بعملاقة المنتخب التونسي بنتيجة 67 مقابل 61 في مستهل مشوار الأحمر في البطولة العربية 17 لكرة السلة للشباب، والتي انطلقت منافساتها يوم أمس الأحد في القاهرة. نشرت صحيفة الأيام نسخة من الرؤية الحكومية التي قدمتها رسمياً أمس إلى مجلسي النواب والشورى بشأن نظام التقاعد في القطاعين العام والخاص، وتشمل الرؤية الحكومية لرفع سن التقاعد المبكر تدريجياً بدءاً من العام 2019 لمدة 5 سنوات، ليصل الحد الأدنى لسن التقاعد إلى 55 سنة في عام 2023، على أن يتم مساواة النساء بالرجال في ذلك، إضافة إلى زيادة الاشتراكات في القطاع العام والخاص أيضاً، وإضافة إلى احتساب قواعد جديدة للمعاش. وفي الشأن البلدي، وضمن مشروع تطوير شارع الشيخ زايد، أشارت صحيفة الأيام إلى أن وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني عصام خلف أكد أن الوزارة توافقت مع المجلس البلدي للمنطقة الشمالية على نقل نصب دوار الفخار إلى داخل الدوار الداخلي لقرية علي، حيث ستشمل عملية التطوير تحويل الدوارات إلى إشارات ضوئية. نشرت صحيفة الأيام قول عضو جمعية الصيادين المحترفين جاسم أجيران بأن قراراً سوف يصدر بحظر صيد الروبيان مع بداية شهر فبراير المقبل، وذكر أجيران للأيام أن إدارة الثروة البحرية أبلغت البحارة أن موسم حظر صيد الروبيان سيكون بداية شهر فبراير حتى مطلع شهر أغسطس المقبل، وذلك لمدة 6 أشهر. في اجتماع رفيع المستوى في نيويورك برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء محمد المطوع وبمشاركة عدد من المسؤولين، نطالع من صحيفة البلاد أن مملكة البحرين تشارك اليوم الاثنين في أعمال المنتدى السياسي رفيع المستوى المعني بالتنمية المستدامة التابع للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة، والذي يعقد في نيويورك خلال الفترة من 16 وحتى 18 من يوليو الجاري. ومن المقرر أن يقدم المطوع خلال جلسات المنتدى استعراضاً لما أنجزته مملكة البحرين في مجال التنمية المستدامة. نشرت صحيفة البلاد دراسة لهيئة تنظيم الاتصالات بالبحرين بأن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة والمتنقلة في المملكة تعتبر من الأقل سعراً على المستوى العربي، وبيّنت الدراسة إلى أن أسعار خدمات النطاق العريض الثابتة انخفضت بنسبة تصل إلى 33% بين عامي 2016 و2017. كتب عبد علي الغصرة مقالاً في صحيفة البلاد بعنوان الانتخابات والسيادة،
والذي تحدث فيه على أن الانتخابات ممارسة سياسية واجتماعية وثقافية تخص البلد الذي تجري فيه، ولا يحق لأحد التدخل في شؤونها الداخلية. وقال القصرة إن تنظيم الانتخابات في مملكة البحرين يتم بموجب دستورها، وهي جزء من السياسة العامة للدولة، وهي جزء لا يتجزأ من السيادة الوطنية. وبين الكاتب كذلك إلى أن التدخل الخارجي الإقليمي من قبل الدول أو المنظمات في مسارها أو قوانينها أو طريقة تنظيمها أو نتائجها يعتبر تدخلاً في الشؤون الداخلية البحرينية وسيادتها، وهو أمر يتعارض مع دستور البحرين والأعراف الدولية وقوانينها. محطتنا الأخيرة ستكون مع طرائف الكاريكاتير. وصلنا بذلك إلى الختام، تقبلوا تحياتي أنا وفريق العمل، وفي أمان الله.